لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. قال أحد العلماء: طالب الآخرة دائم اليقظة، الدنيا مدرسة تخرج للآخرة، والناس بين راسب وناجح، أصحاب الجنة هم الفائزون، هم الناجحون، لأن أهل الجنة عرفوا الحق فاتبعوه، نور الله قلوبهم بعلم الدين، الله أراد بهم خيرا. أما أهل النار هم الذين أعمى الله قلوبهم، ووصفهم سيدنا علي رضي الله عنه لهؤلاء قال: لم يستضيئوا بنور العلم، لم يستضيئوا بنور العلم. وهذا كلام بليغ، معناه هؤلاء الضالون الهمج الرعاع أتباع كل ناعق الذين يميلون مع كل ريح، لم يستضيئوا بنور العلم، لأن العلم علم الدين ينور القلب كما ينور الضوء الدرب، لم يستضيئوا بنور العلم، بل هم غارقون في ظلمات الجهل والكفر والضلال، لم يستضيئوا بنور العلم. فالعلم نور والجهل ديجور. هذا الامتحان الذي مجبر أن يعمله كل الناس، امتحان من رسب به فقد خسر خسرانا مبينا. الدنيا مدرسة تخرج للآخرة، والناس بين راسب وناجح. والله تعالى يقول: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لأن الكافر عندما يموت على الكفر وهو مكلف بالإسلام، بالدخول في الإسلام والعمل بشريعته، هذا عندما يموت الله وصفه خسر الدنيا والآخرة. ما هذا الخسران؟ هذا الامتحان إذا رسب الإنسان فيه ومات على الكفر وهو مكلف، هذا لا يستطيع أن يعيده كامتحانات الدنيا. بعض الناس بيسقط بالجغرافيا أو التاريخ أو الرياضيات، بيعمل إكمال، بيسقط بأول سنة بعيد السنة. هذا الامتحان الذي مجبر كل الناس أن يعمله لا إعادة له. من رسب بهذا الامتحان ليس خسر الشهادة، وليس خسر ماله في الدنيا، بل خسر الدنيا والآخرة. لأن الذي يموت على الكفر وهو مكلف بالإسلام، هذا خسر كل ما جمعه في الدنيا، فخسر النعيم الذي كان يتقلب به، الشهادات والأتباع والجاه والمال والأولاد، خسر كل ما كان عنده في الدنيا، وخسر الآخرة، يعني خسر نعيم الجنة. بل ماذا يكون له؟ يكون في عذاب القبر حتى يبلى جسده، ثم تؤخذ روحه إلى مكان مظلم في سجين في الأرض السابعة، فتعذب روحه إلى يوم البعث، ثم يعاد الجسد، وتعاد الروح إلى الجسد، وتنشق القبور ويخرج من قبره، لا يجد راحة من عذاب شديد في القبر إلى ما هو أشد. الكافر عندما يغرق بعرقه من شدة هذا العذاب يظن أنه هذا أشد ما يكون، يقول: يا ربي أرحني ولو إلى النار، ثم يرى جزءا من النار يجره بعض الملائكة، فلما يرى هذا الجزء يقول: يا ليتني كنت ترابا. ثم يدخل أشد نار خلقها الله، ويعذب فيها إلى ما لا نهاية، مش ألف سنة ومليون، إلى ما لا نهاية. قال تعالى: ولا يخفف عنهم من عذابها،
يعني مع هذا العذاب الشديد لا يخفف، فأي خسارة خسرها الله تعالى يحسن ختامنا. نعمة الإسلام نعمة عظيمة، أكثر الناس حرموا منها، أكثر الناس. فالإنسان تأتيه فرص فإذا ضيعها لا تعود. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك. يعني اغتنم شبابك في طاعة الله، لأن الشباب من الفتن، أكثر الشباب بسبب قوتهم وشبابهم تغرهم الدنيا وينشغلون بها عن الآخرة. اغتنم شبابك أي في طاعة الله قبل هرمك، قبل أن تعجز، وصحتك قبل سقمك. واحد من إخواننا رحمه الله كان مدرسا، زرته قبل ما يموت، قلت له أكثر من الاستغفار، مرضه شديد، قلت له قول رب اغفر لي، اللهم اغفر لي، كان بصوت واطي. قال لي: هذا إذا قلته بتعب، حتى هذا ما بقدر أقوله. قال لي: حتى هذا ما بقدر أقوله. مات رحمه الله ورأى النبي في المنام، هذا كان من المدرسين المجتهدين رحمه الله. الحاصل يا أحبابنا، لا يغتر الإنسان بالدنيا، لا يغتر بشبابه، الصحة لا تبقى، يغتنم صحته قبل سقمه، وغناه قبل فقره، وفراغه قبل شغله، ويغتنم حياته قبل موته، يغتنم ما بقي له من حياته قبل موته، لأنه لا يدري متى يموت، يمكن أن يموت الليلة ويمكن أن يموت غدا، لا يدري، يغتنم ما بقي من عمره. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن.